الله. تفضل يا دكتور. ايوه إعادة ومع الإفادة بشيء. بنزل والله. طب هذه قرية ديعين. أنا أشكلها في منطقة المخواة. نعم. أيوة. وهذه يعني بيوت قديمة جدا. شوفوا هذا التراث الجميل الآن الذي بني. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. وهذه الأشجار الشجر الكادي. والموز أيضا موجود ما شاء الله تبارك الله. والآن نتجه إن شاء الله إلى العين التي هي تجري على مدار العام. صيفا وشتاء. عين دي عين منطقة قرية دي عين قرية دي عين. هذا هو المصر الرئيس. سبحان الله يتجه من الأسفل إلى الوادي. هذا شجر بن في جبال شدا. في جبال شدا مرتفعة جدا. هذا شجر وظاهرة الثمرة. هذه الثمرة واضحة جدا. هذا الماء الندى قرية ديعين. ماء حلو ما شاء الله حلو جدا جدا. انظروا ايضا احد المنابع الصغيرة التي تنبع هنا ما شاء الله.